هكذا إذا متابعينا مشاهدينا الكرام تواصلنا مستمر. تابعنا الشوط الماضي ذهب مع حبيب خليفة بن نصيب بن خليفة الأخيلي صاحب التوقيت الأفضل 4:40 نسير مع انطلاقة شوطنا الثالث بمجموع هذه الأشواط. الشوط الثالث يحمل فئة الأبكار. نتابع الصدارة ونتابع المركز الأول الشاهينية. الشاهينية مع المركز الأول بشعار سعيد بن عوض بالكيلة العامري من يقدم لنا الشاهينية، بينما المركز الثاني أتابع هنالك أيضا الشاهينية أحمد بن عبيد الاكتبي، بينما المركز الثالث تتقدم النايفة خليفة بن نصيب بن خليفة الخيلي، بينما رابع الأسماء والشعارات تتقدم الحاكمة مطر بن سهيل الشد المنصوري، غادما يقدم لنا الحاكمة على ثالث الأسماء. المركز الرابع أو على المركز الرابع هذه الحاكمة، بينما المركز الخامس من الجانب الآخر تتقدم مخيفة أحمد بن عبيد بن غنام المزروعي. هذه النتيجة والنداء الأول للخمسة الأسماء الأولى المندفعة بهذا المسار. نتابع الشعارات الخلفية، شعارات الخلف الكادر الإعلامية التي لم يحين موعد دخولها، ونعود بكم إلى مقدمة الشوط إلى الشاهينية سعيد بن عوض بالكيلة العامري من يقدم لنا الشاهينية والسلالة الشاهينية غايدة لهذه الشعارات وتقود هذه الأسماء المميزة في المركز الأول في مقدمة هذا المسار. ركز يا بالكيلة، ركز على هذا المسار، ركز على هذا الانطلاق المميز والاندفاع الممتاز مع الشاهينية، بينما المركز الثاني مخيفة أحمد بن عبيد بن غنام المزروعي يقدم لنا مخيفة، بينما المركز الثالث تتقدم في هذه اللحظات القادمة هنالك الشاهينية أحمد بن عبيد الاكتبي. المركز الرابع وصلت النايفة خليفة بن نصيب الأخيلي 1200 يا مضمرين 1200. عبرنا هذه اللائحة وعبرنا هذا المنعطف، هو المنعطف الأخير بالفعل بقيادة النايفة النايفة خليفة بن نصيب بن خليفة الأخيلي، من يقدم لنا النايفة على الصدارة هنا باحثة عن النصر، باحثة عن الفوز في موقع النصر، في موقع الانتصار. المركز الثاني تتليها أيضا اللي هي أيضا الشاهينية سعيد بن عوض بالكيلة العامري يقدم الشاهينية بالمركز الثاني. المركز الثالث مخيفة أحمد بن عبيد بن غنام المزروعي. المركز الرابع وصلت السلطنة قادمة سلطان بن محمد بن خميس البادي، بينما المركز الخامس أتابع الشاهينية أحمد بن عبيد الكتبي، ولكن بنعود إلى الصدارة إلى النايفة. الله 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 يا النايفة النايفة خليفة بن نصيب بن خليفة الأخيلي، شعار حبيب اللي تابعناه في الشوط الماضي يعود لنا بالنايفة. الله يا سلام يا سلام يا سلام على هذه النهاية الممتازة، ما شاء الله تبارك الله، اندفاع مميز، نهاية مميزة مع
النايفة. سلام النايفة، سلام سلام يا ابن نصيب سلام. أسعد الله صباحك بكل خير مع هذه العروض، مع هذا الأداء المميز والرقص الممتاز الذي تقدمه لنا النايفة. والنقطة الثانية إلى هذا الشعار، شعار خليفة بن نصيب الأخيلي، تهانينا والناموس. المركز الثاني كانت فيه أيضا السلطنة سلطان بن محمد بن خميس البادي. المركز الثالث، المركز الثالث الشاهينية محمد بن أحمد المزروعي، كانت في ثالث الأسماء. نعود بالتوقيت الزمني 4:45، 60 جزءا من الثانية سجلت معنا اللي هي النايفة خليفة بن نصيب الأخيلي. تهانينا والناموس، والتهنئة لجميع الفائزين بالمراكز.